ومع قرب نهاية موسم الحج درجة العادة في كل عام على الاستعداد لتبديل كسوة الكعبة حيث سلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام وتأتي مراسم التسليم إذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1446 للهجرة بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام التي تصنع بمجمع الملك عبد العزيز لكسوه الكعبه المشرفه باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الاسود ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا وفي الثلث الاعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا مكون من 16 قطعه محاطه بشكل مربع من الزخارف الاسلاميه